اللايك كيعاونني بزاف باش نستمر. هاد الميساج شفته في الانستغرام واللي هو عندي مشكل في الذاكرة، شي نصيحة؟ مرحبا، غندوي على هاد البلان هذا مور الإعلان. وقبل ما نبدأ هاد الفيديو، أي واحد عنده أولى باك علمي، عنده سيزيام علمي أو لا باك حر علمي، كنصحو يشتري هاد الكورس هذا اللي غادي يسهل عليه المادة ديال الاجتماعيات وتولي ساهلة ويجيب فيها انقطاط في الفروض وفي الجهاوي. اغتنموا الفرصة في هاد العرض هذا، غيسهل عليكم المادة كاملة. اللي بغاه يتواصل مع الرقم هذا ولا الرابط اللي كاين لتحت. من بين اقوى الطرق اللي خرج العلم بالنسبه للذاكره هي، وغنقولها على شكل جمله، خدم يديك. هادشي اللي قال العلم، واحد دراسه علميه تتعطي يعني بحال تتعطي طريقه ديال انك كيفاش تفكر اي حاجه، كتقول لك خدم يديك. قد ما خدمتي يديك قد ما تفكرتي شي حاجه، يعني سواء رسمتيها سواء خططتيها، يعني على شكل خطاطه، يا اما خطاطه يا اما رسم. هاد اللعيبات هادو ملي تخدم فيهم يديك تيبقاو من اكثر الحوايج اللي كتعقل عليه. كيفاش تقدر تخدمها؟ سهله، تشد مثلا شي درسه تكتبو على شكل خطاطه ولكن بيديك، ماشي تمشي تقلب على شي خطاطه. هتشد درس هتستوعبه وتكتبه على شكل خطاطة، ثق فيا ما عمرك ما غتنساه. واللي عنده مع الرسم، اي حاجة شفتيها او اللي سمعتيها مثلا شي فقرة، ردها على شكل شي رسم اللي تبقى عاقل عليه، ما عمرها ما غتحيد من بالك. ردها على شكل شي رسم ولا على شكل شي ايماءة ديال اليد، ما عمرها ما غتنسى هاد القضية هادي، وغادي تبقى عندك في الذاكرة. فهاد المقالة العلمية تقول لك أي حاجة رسمتيها أو لا أي خطاطة خططتيها كتعقل عليها، وامبوسيبل في حياتك كاملة أنك تنساها. داك الشيء علاش الديزاينر ملي كيديزايني شي حاجة تيبقى عاقل عليها، يعني ما عمر شي ديزاينر يديزايني شي حاجة وينساها. دونك هادي هي المعلومة ديال اليوم اللي بغيت نشاركك بها، واللي كتقول في هاد الإطار النيت ديال الذاكرة، تقول لك خدم يديك، خدم يديك يعني خطط ورسم، يعني داك الدرس يكون فقرة تردها على شكل شي رسمة أو لا درس كامل تردو على شكل خطاطة، ما عمرو غيتنسى. كان هذا هو الفيديو، ومازال إن شاء الله غيكونوا نصائح في هاد البروبليم ديال الذاكرة. ما تنساوش تفولوني في الانستغرام اللي بغيتو تسولو شي حاجة، وإلى اللقاء.